السلام علیکم، یہ کندرہ ہے، کندرہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، یہ کندرہ کی جامع مسجد، بہت خوبصورت مسجد، اور یہ کندرہ کا مین بازار، جوازات کی طرف جانے والا راستہ ہے. ارجعینا لنرى عذب السنين نذكر الماضي الثمين حينا والساكنين خبرينا عن حكايات الطفولة والبدايات الخجولة كيف زارتنا عجولة لم يجينا من شتات يحتوينا واسأل البيت الحزينا هل لقيت كما لقينا واسألينا كيف ثار الشوق لما أذن الشيخ وأما فسكبت الدمع مما جاوبينا أخبر القلب المعنى هل مضى الآباء عنا كل ما في الحي حنا ذكرينا منزلا منا وفينا قد سكناه کندرہ کی دوسری بڑی مسجد